خلصت الجزء بتاع التصميم الهندسي، وده بداية التصميم الإنشائي. التصميم الهندسي إن هو حاجتين، تصميم المنحنيات الأفقية وتصميم المنحنيات الرأسية. طب التصميم الإنشائي المقصود بيه إيه؟ سمكات الطبقات، الأسفلت سمكه قد إيه؟ السن سمكه قد إيه؟ طيب هل ينفع أدرس على طول كده؟ لا، الفكرة كلها إن أنت بس الهدف من يديك شوية نظرة كده، إيه الهدف من أنت هتعمله يعني الفترة اللي جاية؟ تمام. فالهدف اساسا اول سلايد دي بيتكلم معاك ايه، ان انا هدفي ان انا لما اجي اعمل زي اي عنصر خرسانه، هدفي ايه؟ يكون سيفتي ويكون ايكونومي ويكون مين سيرفيس، يعني ايه؟ اعرف اخدم عليه. فانا عندنا هنا في الاسفلت عندنا 4 حاجات، يكون سترونج ويكون سيف ويكون سموث ويكون ايكونومي. يعني سترونج يقدر يشيل احمال، سيف ان هو يكون ازوده بفريكشن معين بحيث قصه الستوبنج سايد ديستنس، سموث في نفس الوقت يكون في فريكشن بس بدرجه ان هي الناس وهي راكبه العربيه ما تحسش ان هي ماشيه على طريق جبلي. تمام. واكونومي ان انا يكون عند التكلفه الانشائيه بتاعته في المعقول يعني. تمام كده. طيب النقطه الثانيه، انا عندي قطاع الاسفلت اللي عندي او التصميم الانشائي، ممكن اعمل كام سيستم؟ انا عندي كام ستاتيكال سيستم بمعنى اصح يعني في الاسفلت؟ عندي 2، عندي حاجه اسمها الفليكسبل بيفمنت وحاجه تانية اسمها الريجيد بيفمنت. تمام كده. اول نوع الفليكسبل بيفمنت ده بيتكون من ايه؟ اللير اللي عندي بيكون عندي طبقه اسفلت السيرفيس، ويكون طبقه عندي طبقه بيز بتكون سن، وطبقه تانية اسمها الصب بيز او اساس مساعد بتكون برضو سن. تمام. كل دول تحت الارض الطبيعيه، فانا عندي 4 طبقات، طبقه الاسفلت، طبقة الأساس، طبقة الأساس المساعد، فوق طبقة الأرض الطبيعية اللي هي بيسموها الصف جريد. تمام كده. ليه الهدف منها إيه؟ إيه الهدف من الكلام ده؟ ما كان طبقة واحدة كفاية، قصة توزيع الأحمال، الإجهاد اللي عندي. تمام. إن هي كل طبقة من دول تشيل جزء من الحمل. تمام. طيب هل هو بس النوع الوحيد اللي عندي من الفليكسبل اللي هو أسفلت وسن وبس؟ لا، على حسب سمك الأسفلت اللي عندي بصنف الفليكسبل دول. فقال لي عندي حاجة اسمها سن أسفلت، الإي سي اختصار لأسفلت كونكريت، خرسانة أسفلتية يعني، أو تكون سيكول ديبس. قال لك والله على حسب سمك الطبقة دي ببدأ أحدد. بمعنى تاني قال لك والله لو سمك الطبقة دي أقل من 2 بوصة فبنسميها سن، يعني رفيع مفيش حاجة خاصة. تمام. طب هدفها ايه؟ ان هي تكون ويرنج سيرفيس زي الكوبري كده. الكوبري كده بعد ما يعملوا البلاطه الخرسانيه بتاعته بيروح حاطين طبقه بس شياكه كده تجميلي، فبيسموها ويرنج سيرفيس. امتى ويرنج سيرفيس؟ في حاله السن دي لما يكون سمكها اقل من 2 بوصه. تمام. طيب النوع الثالث اللي هي الفول ديبس، قال لك والله بدل ما احط اساس، لا ده يكون القطاع كله اللي هو مثلا وليكن سمكه 50 سم ولا حاجه كله اسفلت. تمام. في حاله ايه؟ حالات كتير قوي بس عمرك ما هتشوفها في حياتك يعني، حالات شاذه قوي وحاجات تبقى كيس معينه انا بضطر ليها يعني. طيب ما بينهم بقى، ما بين السن وبين الفول ديبس بنسميه قطاع سك، ان هي منه يكون ويرنج سيرفيس ومنه يكون ستراكشر لاير يشيل احمال. تمام يا شباب في الجزئيه دي. طيب الفكره كلها في ايه بقى؟ انا عندي طبقه الاسفلت دي ما بقدرش مثلا انفذ اكتر من 5 سم. ليه؟ قال لك والله سمك ال 5 سم دول عشان اعرف ادمجهم واعرف انفذهم لازم اقل سمك عندي ال 5 سم. طب لو زودت لا هيحصل بقى ايه؟ ان يكون في فراغات تعشيش من الاخر يعني، فعشان اعرف ادمجها واعرف اظبطها لازم يكون سمكها اقل من 5 سم. طب لو انا عندي طبقتين اسفلت يعني، او معنى تاني عندي سمك 10 سم، قال لك خلاص حطهم على طبقتين، طبقه 5 يسميها ويرنج سيرفيس او بيسموها طبقه سطحيه، وما بينهم تحتهم مين؟ طبقه رابطه الخمسة، يبقى 5 سم و5 سم. طيب انا في الاخر هي اسفلت عندي، فانا عشان اشغلها كوحده واحده قال لك بلزقهم ببعض، بلزقهم بطبقه اسمها مين؟ طبقه لزق، حاجه اسمها مين؟ التاك كوت. تمام كده، طبقه لزق. طيب الفكره كلها الاسفلت ده بيكون عباره عن ايه؟ بيكون سن وبيكون بتومين، بعمل مع بعض الاثنين ميكس كده ويطلع خلطه. طب البتومين دول انا قلقان ايه اللي يحصل له؟ يحصل له ان هو يشرب، لما اجي احطه على طبقه السن اللي عندي يحصل ايه؟ ان هو طبقه السن تشرب البتومين اللي جوه ده. تمام. فعشان كده بحط طبقه زي المشمع كده بيسموها طبقه مين؟ طبقه تشريب، بروح جاي على السن كده رشش ايه؟ بتومين، بتومين مخفف.
تمام، هدفه ايه؟ ان هو ما يمنع امتصاص البيتومين من الخلطه الاسفلتيه للسن. تمام، بعد كده العادي طبقه الاساس وطبقه الاساس المساعد وتحتهم كلهم دول على الارض الطبيعيه. تمام كده يا شباب. طيب البراين كوت نفس الكلام، هي عباره عن مين لسه شرحها لك، بتبقى طبقه موجوده عشان تسد الفراغات، اهداف في ايه؟ تمنع تسريب الميه، تمنع تصاعد الغبار، الكلام ده كله. التاك كوت عباره عن مين؟ طبقه لزق بتلزق الرابطه بالسطحيه اللي هي الطبقتين مع بعض عشان يشتغل اسفلت كوحده واحده. الاجهادات زي ما قلت لك، توزيع الاجهادات عندنا زي الستريسز العاديه، ان كل طبقه بتشيل جزء من الاحمال عندي. النوع الثاني قلت لك الاستاتيكال سيستم اللي عندنا، يا اما ريجيد بيفمنت او فليكسبل بيفمنت اللي هو الاسفلت، والريجيد بيفمنت اللي هو الخرسانه. تمام كده، بيسموه حتى البي سي سي، البورتلاند سيمنت كونكريت. تمام كده. طيب قال لك والله الفكره كلها عشان الخرسانه دي مع درجه الحراره بيحصل لها كراكس والكلام ده، فانا بعمل فواصل في قلب مين؟ الخرسانه. لو بتكلم بفواصل عرضيه بربطها بسيخ حديد، بيسموها حاجه اسمها مين؟ فواصل عرضيه بيسموها الدول بارز. تمام كده. والفواصل الطوليه دي بسلحها برضو بتسليح كده بيسموها الطاي بارز. فبالتالي الحديد اللي هو جاي ده كده بيسموه حاجه اسمها الدول بارز، الحديد الطولي اللي هو في الفواصل الطوليه بيسموه الطاي بارز. تمام كده، عشان ايه؟ ان الخرسانه ذاتيا بتحب تشرخ نفسها، حتى كده في الاسفر الارصفه لما بيجي يعملوها تيجي في فواصل كده، حتى انت تعرف عن حاجه اسمها فواصل الصب والكلام ده. قول هندسه، هو ايه الحاله اللي تخليني الجا ان انا احط يعني خرسانه في رصف الطريق؟ زي البنزينه، البنزينه دي هل مش انت لو جاد مثلا بعد بيتومين على هدومك اطلعها ازاي؟ لا مش عارف. اطلعها بالبنزين صح؟ بعد بلاك جت على هدومك هتطلعها بايه؟ ما اعرفش والله. بالبنزين، ماده مذيبه. البيتومين الماده المذيبه له حاجه زي المواد البترول زي البنزين او الجاز. في البنزينه نفسها مش في بيمونوا بنزين وجاز والحاجات زي كده؟ طب لو انت عندك اسفلت تحتها ايه اللي هيحصل؟ المسدس هو بيملى العربيه بيكب غصب عنه منه. تمام، بيجي تقول له التانك بتاع البنزينه بيكب بنزين على الجناب، فايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الاسفلت اللي هو موجود عندك ده اتفتت. تمام، فبالتالي الاماكن اللي بيستخدم فيها الريجيد بيفمنت حاجتين، في محطات اللي هي في قلبها استعمال وقود زي البنزينه، وفي حاجه تانية اسمها مين؟ الجزء بتاع المطارات. لما تيجي تدرس مطارات الترم الجاي مع الدكتوره رجاء هتعرف بيستخدموا فين في المطارات. تمام كده، بس غالبا هو المثال الشائع عندك قصه المصانع، الورش، الشحوم، البنزين، الكلام ده ماده مذيبه للبيتومين فيفتت لي الخلطه فيبوظ لي الخلطه. تمام كده، فبالتالي بلجا للخرسانه. تمام كده، فانا عندنا فواصل طوليه بيسموها اللونجيتيودينال، وفواصل عرضيه بيسموها الترانسفيرس. دي ترانسفيرس جوينت، فواصل عرضيه، وفي فواصل طوليه. التاي بارز بحطها في المين؟ في الفواصل الطوليه. الدول بارز بحطها في مين؟ في الفواصل العرضيه. تمام كده، انواعها عندي كام نوع من الريجيد بيفمنت؟ زي ما كان عندي انواع في الفليكسبل بيفمنت عندي انواع في الريجيد بيفمنت. الفليكسبل بيفمنت عندي ثلاث انواع، يا اما تكون سك سن او تكون فول ديبس او تكون سك. قلنا سن امتى؟ لما يكون سمك الطبقه اللي من 2 بوصه. تمام، امتى تكون فول ديبس؟ لما يكون القطاع كله اسفلت، ما بينهم بيكون بيسموه ايه؟ السك. طب انا عندي كام نوع من الخرسانه؟ عندي اربع انواع او ريج بيفمنت، اربع انواع، يا اما تكون خرسانه عاديه او تكون خرسانه مسلحه او تكون خرسانه بريستريزد. تمام، فاول نوع في القصه بتاعه الخرسانه العاديه بيسموه البلين كونكريت، بيسموها جوينتد بلين كونكريت بيفمنت. تمام، ايه اللي بيخليني استخدمها؟ قال لك والله لو انت عندك مثلا التكلفه عاليه والكلام ده مش عايز تحط حديد تسليح، بس خلي بالك الفواصل اللي انت تعملها دي خدها كل 4.5 ل 9 متر. ليه؟ عشان التمدد والكلام ده. خليكم كده معايا دقيقه يا شباب معلش. ماشي يا رجاله. طيب النوع الثاني ممكن تكون خرسانه رينفونسد كونكريت، بس ممكن اخليها ايه؟ فواصل، اعمل لها فواصل. يعني ايه؟ اجي اسلح البلاطه دي
والبلاطه دي والبلاطه دي اكنها ايه سيمبل سلاب تمام، فبيسموها جوينتد رينفورس كونكريت بيفمنت. هيجي لك السؤال ده في الامتحان النظري تمام. اعمل الفواصل كل قد ايه؟ قال لك من 9 ل 30 متر. طيب النوع الثالث، بدل ما هي تكون بلاطه منفصله لا اعملها كونتينوس، بس الكونتينوس عندنا في الطرق دي مسافه برضه اكتر من كام؟ اكيد اكتر من جوينتد، اكتر من 30 متر. لا ده انا بستخدم ايه، ده انا ممكن ما اعملش فواصل اصلا خالص، اخليها شبكه بطول الطريق كلها تمام كده، اسمها كونتينوس رينفورس كونكريت بيفمنت. اخر نوع هي حاجه اسمها البريستريز، اكيد خدت البريستريز في الخرسانه الترم ده واخر خرسانه ليك تمام، غالبا بيستخدموا في المطارات يعني تمام، عشان اجهاده عالي والكلام ده بيوصل ل 400 و600 ميجا باسكال وحاجه زي كده يعني تمام. طب لو فقال سمحت لك هندسه معلش، قول يا هندسه الريجيد بوينت دي بتبقى على الطبقة السطحية للطريق، يعني بتبقى ظاهرة اه وأنا مكان شايفها اسفلت بعيني فوق الطريق اللي فواصل قصدك صح؟ إيه؟ الفواصل اللي بتتكلم على قصدك على الفواصل؟ آه الفواصل والبارز والحاجات واللي هي الحاجات لا اللي أنا بربط الحديد، بيها دي. الحديد دي بتبقى مخفية بس الفواصل بتكون باينة زي فواصل الكوبري كده. طب ما حد ما طلعتش قبل كده كوبري شفت الفواصل بتاعت الكباري؟ لا ما شفت شفتش الفواصل خالص. بتاع الكباري. نفس الكلام بس بتبقى عندنا المسافة فرق قليل جدا، زي بالظبط لو انت خدت بالك الرصيف اللي بتمشي عليه في الكلية، لو كده جيت كده في الجزيرة اللي في النص كده في الكلية هتلاقي الرصيف نفسه متقسم بلاطات صغيرة كده عشان ما تشرخش، فواصل دي صغيرة جدا يعني تكاد تكون في حدود السنتي او اقل بالملي كمان يعني تمام. تمام مهندس. لو جالك السؤال ده في الامتحان هترسم الرسمة دي كده كل مرة بترسمها، بس بتختلف، بس لو كانت هي بلين كونكريت الفواصل من كام؟ من 4.5 ل 9 متر تمام. طب لو هي كانت خرسانه مسلحه بس فواصل هرسم دي من 9 ل 30. طب لو هي كانت كونتينوس فالتسليح كله، بس بعمل ايه؟ بعمل فواصل طوليه. ليه؟ الفواصل الطوليه دي غصب عني، انا مش هعرف اصب البتاع دي كلها بكامل العرض، الطريق مثلا يكون 20 متر ولا حاجه مش عارف اصبه، فانا بعمله فواصل طوليه، بخلص حاره اخش في الثانيه اخش في الثانيه تمام. اخر نوع خالص اللي هي مين؟ البريست ريزد. طيب الفليكسبل والريجيد، هل في الفليكسبل لازم يكون عندي اسفلت وعندي طبقه اساس وطبقه تحت الاساس؟ قال لك اه. طيب الريجيد بيفمنت قال لك لا، ممكن استغني عن طبقه السن. ليه؟ لان في الريجيد بيفمنت تكون على طول الخرسانه تحتها طبقه اساس، ما بحطش اساس مساعد. ليه؟ لان اللي بيشيل الحمل في الحوار ده كله هي البطن الخرسانه، على عكس الاسفلت، الاسفلت كل طبقه بتشيل جزء من الحمل تمام كده. طيب ايه الهدف من طبقه الاساس هنا طالما الخرسانه هي اللي هتشيل الحمل؟ قال لك لا، ليه هدف، ايه الهدف بتاعها؟ قال لك لو هي فليكسبل بيفمنت فهي ستراكشر لاير بتشيل حمل معايا تمام، بتعمل تصريف للميه بتاعت المطر تمام، بتمنع التغيرات الحجميه في التربه الطبيعيه، ممكن تكون التربه تحت الاسفلت دي طبقه طينيه بتمدد وتنكمش وطين والكلام ده كله اللي انت خدته في الاساسات والكلام ده بتعمل لي مشاكل. طب في الريجيد بيفمنت قال لك اهم حاجه فيها هي مش ما بتشيلش حمل، يعني اهم مقارنه فيها ان دي ستراكشر لاير او ستراكشر سبورت، دي لا ده دي حاجه كده بس محطوطه عشان تصريف المطر عندي، تصرف لي المطر، تقلل لي من التغير الحجمي لطبقه الارض الطبيعيه، ما تعمليش لو في ميه جوفيه عندي ما تطلعش، تمنع ظهورها فين؟ في الاسفل في الخرسانه اللي عندي تمام كده. طيب زي ما كان عندي القطاع بتاع الخرسانه او القطاع بتاع الاسفلت، عندي قطاع في الخرسانه، عندي نوعين، حاجه اسمها مين او اسف في قال لك ممكن استخدم نوع في كومبايند ما بين مين الفليكسيبل وما بين الريجيد، بيسموه كومبوزيت، زي ما انت عندك كده خرسانه وعندك ستيل وعندك حاجه اسمها مين كومبوزيت ستراكشر، استخدم الخرسانه والحديد نفس الكلام، عندنا قطاع تشكيله بقى كوكتيل ما بين الفليكسيبل وما بين الريجيد، بيسموه مين الكومبوزيت بيفمنت، ولازم انا اجي اقول لك في الامتحان ارسم. عندنا نوعين، حاجه اسمها اوفرلي وعندي حاجه اسمها ساندويتش. الاوفرلي قال لك والله ان انا بستخدم طبقتين اسفلت هوت الاتش ام اي، الاتش ام اي اختصار لحاجه اسمها هوت ميكس اسفلت تمام كده، بستخدم طبقتين اسفلت فوق طبقه خرسانه خليكم معاك يا شباب. يا الصورة ثابتة عندي ولا أنا بتهيألي؟
معلش يا رجاله معاكم رجاله. فبالتالي في الاوفرلاي بحط طبقتين اسفلت فوق طبقه خرسانه، تمام؟ يعني بحط طبقه اساس فوقها طبقه خرسانه فوقها طبقه مين؟ اسفلت. طيب الساندوتش، لا في الساندوتش هي اسمها كده يعني عشان بس الناس اللي هي جعانه وبتاع، يعني طبقه الاساس عندي بحط طبقه خرسانه فوق، تمام؟ وبعد كده طبقه سن، بعد كده كمان طبقه سن بيسموها المكادام، بيبقى سن بس حجمه كبير شويه، وفوق طبقه اسفلت. يعني الكومبوزيت بيفمنت الاثنين في الاخر الوش بتاع اسفلت. بس الفكره في الاوفرلاي لا، طبقتين اسفلت فوق طبقه خرسانه، لكن هنا لا، ده انا بحط طبقه اساس زي ما هنا بالظبط بس بسمك اقل شويه. وعلى فكره الابعاد دي مهمه جدا عشان دي وز فاحفظها، تمام؟ فطبقه الاساس عندي فوق طبقه، زود طبقه اساس ثانيه بيسموها دنس جريدد كراش دي السوق، تمام؟ زي السن طبقه الاساس، ما طبقه الاساس دي عباره عن سن برضه او احجار يعني، تمام؟ فوق مكادام، مكادام ده سن بس سنه حجمه كبير شويه، وفوق طبقه اسفلت، تمام كده يا شباب؟ هيجي لك في الامتحان مقارنه مهمه جدا ما بين الفليكسبل والريجيد بيفمنت، بتقارن من كذا حاجه. اول حاجه اللود ديستريبيوشن، في الفليكسبل اتفقنا ان كل طبقه من هنا من هنا هتشيل الحمل، طب في الريجيد لا، ده البلاطه هي اللي هتشيل الحمل بس، تمام؟ التكلفه، الحته دي مهمه جدا، التكلفه دي جالك اختياري زي جالك في الميد تيرم كده اختياري. في الفليكسبل انا عندي التكلفه المبدئيه قليله، تكلفه الاسفلت اقل من تكلفه الخرسانه في البدايه، لكن الاسفلت بيقعد سنه سنتين وتلاقيه بيتشرخ ومحتاج يتعمل له صيانه، فالتكلفه بيبقى عنده تكلفه الصيانه اللي هي المينتيننس عاليه، تمام؟ على عكس مين؟ الريجيد بيفمنت، الريجيد بيفمنت عنده تكلفه في البدايه تكون عاليه لكن في صيانته اقل، تمام؟ الديورابيليتي اللي هي بيعيش قد ايه، زي ما قلنا كده الصيانه اعلى ومش عارف ايه، يبقى نفس الكلام ده لس قليل ما بيعيش كتير، لكن الخرسانه بتعيش اكتر، تمام؟ الوظيفه بتاعه الاساس وطبقه الاساس المساعد او السن وظيفته ايه؟ في الفليكسبل هو بيشيل معايا حمل استراكشر لاير، لكن في الريجيد لا، مش استراكشر لاير، هي بس وظيفتها عشان الميه وتصريف الميه والكلام ده، تمام؟ نوت سبيز لاير مش ما بتشيلش معايا، تمام؟ ما بتشيلش معايا نوت ايه سبورت لاير. طيب هنا حاجات تانية بقى من ضمن التصنيفات اللي هنا، عيب الخرسانه ان هي ايه العجل معاها بيعمل صداع، بيعمل نويز اعلى، لكن في الفليكسبل لا، النويز بتاعته اقل، تمام كده؟ كفايه قوي عليكم كده يعني، تمام؟ مش لازم انت ايه تعيش في الدور وتقارن كتير يعني، تمام؟ خلاص. فالمقارنه دي مهمه جدا جدا جدا، تمام؟ تقارن ما بين انتقال الاحمال اللود ديستريبيوشن، التكلفه، الديورابيليتي، والنويز والكلام ده. اخر حاجه او الحاجه اللي هي مش عارف الدكتوره شرحت الكلام ده ولا لا، الدكتوره شرحته؟ والله ما احنا فاكرين يا هندسه، والله ما انت فاكرين. طب تعالى بقى هيجي لك في الامتحان يقول لك حاجه اسمها مين، عندنا التصميم، زي ما انت عندك التصميم كده في الخرسانه عندك كام تصميم، عندك الالتيميت والوركينج، صح؟ عندنا في الاسفلت نفس الكلام بس بصيغه مين بقى، عندنا اما طريقه امبريكال، طريقه كده الناس في الفرد كده يصمم الخلطه ازاي، يقول لك شويه سنه على شويه اسفلت يلا كده بمقدار معين يلا وتوكل على الله، تمام؟ او طريقه ثانيه اسمها ميكانيستيك امبريكال ميثود اوف بيفمنت ديزاين. ايه اهم ميزه فيها؟ قال لك والله في الطريقه دي مش بختار بس الاحمال المروريه هي العنصر اللي عندي، لا ده انا بختار مين، احمال مين، الاحمال المروريه والتغيرات في الجو. ليه؟ انت عندك دايما الاسفلت عيبه الوحيد ان هو بيتاثر بدرجه حراره في سواء بارتفاعها او انخفاضها، تمام؟ فبالتالي القصه بتاعه الميكانيستيك امبيريكال ميثود ديزاين اهم حاجه فيها ان هي بتاخد الاحمال ودرجات الحراره معاها في الاعتبار، تمام كده؟ طيب لو جالك تاني على فكره دي السلايدات دي كلها اسئله في الامتحان، يعني مش مهندس محمد استلمونا لما جه حضر السكشن ده بتاع الاستراكشر جاب بس اسئله امتحان وقعد يشرحها بدل ما يكون نظري كتير يعني، تمام؟ بيقول لك ليه الفليكسبل بيفمنت غالبا بتتعامل في لير، تمام؟ وبتحط
يكون عندي الجودة أو أعلى خامة عندي أو أعلى حاجة في الطب. يعني ليه الأسفلت بحطه في الطب ما حطوش في الآخر وخلاص خلص السن فوق؟ تمام، لأن قالك الفكرة كلها في انتقال أحمال. مين أكتر حاجة عندي بتشيل الحمل من توزيع الأحمال؟ أكيد اللي هي ملامسة للعجلة على طول فوق، الطبقة السطحية. فبالتالي الطبيعي إن أنا في الطب عندي أحط أحسن ماتيريال، تمام، هي عشان بتشيل أكتر حمل. تمام، على فكرة جات كتير قوي في الامتحانات، كل دي أسئلة نظر في الامتحانات. تمام، الشروخ عندنا في الامتحان، تمام، على فكرة هتيجي تقول لك إيه في الامتحان، أعتقد الدكتورة شرحت قصة الشروخ عندنا صح؟ إحنا عندنا ناس عندنا ما بنسميش الشروخ في الأسفلت، الانهيارات اللي بتحصل في الأسفلت ما بنسميهاش كراكس، بنسميها حاجة اسمها ديستريسز. فتيجي تقول لك ستيت اشرح ثلاث ديستريسز في الفليكسبل بيفمنت، ثلاث انهيارات او اجهادات او شروخ بقى بالبلد زي ما قلنا، بس ما الاسم بتاعها مش شروخ مش كراكس، اسمها ديستريسز، تمام، مرتبطين بدرجة الحرارة. الفكرة كلها الاسفلت عندنا مشكلته ان هو درجة الحرارة بتاعته هي المشكلة. تعالى كده بس في شرخ اسمه الفاتيج كراك، هوريك الفاتيج كراك ده عشان تعرفه بس الشكل عامل ازاي. هندسة لينا حدود في الطرق لعرض الشرخة او طوله مثلا اللي بنقرر عندها ان الطريق ده محتاج ريبير؟ ما هو بنشوف كل الطرق المشرخة بس العربيات ماشية عليها عادي. لا احنا مش عندنا زي الخرسانة مثلا ايه الشرخ بيوصل لنقطة معينة فدك انهيار بتاعه، لا، ان عندنا الاسفلت لما بيشرخ كده خلاص بالنسبة لنا باظ، لازم تعمله صيانة. ليه؟ لان احنا عندنا مش قصة احمال متحكمة، ده المخدومية أكتر عندنا. يعني إيه وأنت راكب العربية كده خدت مطب ولا كلت نقرة؟ ها بتعمل متضايق، فأنت كده فقدت وظيفته. لما كنا عملنا طريق ترابي وخلاص والتراب هو شغال عليه وهيحاسب وخلاص، تمام؟ تمام. بص كده الفاتيج ديستريس انفليكسبل بيفمنت، بص كده الشكل الشرخ ده عامل ازاي. هو ده الفاتيك. الاقي حاجه اسمها الفاتيك كراك كمان بيسموه اليجيتور كراك، كده كلمه اليجيتور يعني تمساح، اليجيتور يعني تمساح، تمام. فبيسموا الفاتيك كراك ده اليجيتور كراك، تمام كده يا شباب. ايه قصته؟ قال لك والله ان ده بتاثر درجه الحراره العاليه اللي عندي، تمام. عندي نوع تاني من الشروخ مهم جدا غير الفاتيك، حاجة اسمها الروتنج. حد يسمع الروتنج؟ روتنج يعني ايه بالانجليزي؟ لا مش عارفين بصراحة. روتنج يعني حاجة اسمها تخدد. يعني تخدد الاقي، عارف انت المطبات هي بالعرض؟ لا، الاقي المطبات بالطول. ده بينتج نتيجة ايه هندسة؟ يعني بشوفه كتير على الطريق بس ما اعرفش ايه. يعني هوريه لك اهو الروتنج، بس يعني انا احمال بقى احمال العربيات ولا مثلا بيتعرض للستريسز نتيجة فرق درجات الحرارة؟ الاتنين. الاسفلت لما درجة حرارته بتزيد، تمام، خلاص ايه اللي بيحصل في زي ما في الاوقات الصعوبه ده الروتين اتكلم على ده، الاقي ايه ان في زي مطبات بس في، تمام. ايه مشكلته؟ هوريك الصوره حتى برضو اكتر كده برضو، ايه غالبا دي كويسه زي ده كده. ايه مشكلته؟ ده الروتنج برضو. الاسفلت لما درجه الحراره بتاعته بتزيد، تمام، والاحمال بتزيد عليه، اللي بيحصل بيتشكل. هتلاقي دايما العجل في اتجاه مسار العجل بيقعد بيغرز او بينزل وبيعمل ايه وبيعلى في الاطراف الثانيه. يعني بص شايف الصوره دي كده اللي بيحصل؟ الاحمال بتاعتي بس درجه الحراره بتاعت الاسفلت زادت، فبيبدا يعمل ايه؟ يريح من تحت العجل ويبدا يرفع من الجوانب الثانيه. ده عيب من عيوب الاسفلت بقى ان هو متشكل نتيجه درجات الحراره. الله يبارك لك، تمام. تمام، فبقى انا اخذنا حاجه اسمها الفاتيك كراك وحاجه اسمها مين الروتين. ثالث نوع حاجه اسمها السيرمال كراك.
هي نفسها درجة حرارة لوحدها لو مفيش أحمال والطريق فاضي في الصحراء درجة الحرارة نفسها ممكن تشرخه، ما بيشيلش تنشن، هو في الآخر زي الخرسانة تمام. فممكن يحصل مين التمدد والكلام ده يشرخ تمام. هو ليه في الخرسانة قلت بعمل فواصل عشان أمنع الشروخ صح، نفس الكلام هو ممكن يشرخ أساسا تمام. هندسة قول يا هندسة. طب كده الثلاث أنواع الشروخ دول بيحصلوا نتيجة درجات الحرارة، طب انا كده اقدر احدد الشرخ اللي هيحصل ازاي يعني، وانا اعالجه ازاي مش شكل انت الشروخ عندنا زي كده ما انت بيقول لك ايه، تلاقي كاميرا في الباش شرخ على 45 درجه تعرف ان هو شير، يجي في نص الكاميرا يحصل من تحت البوتوم كده يبقى تعرف ده بيندنج نقص حديد من العين. انا اقصد ان انا لو انا عملت الاسفلت ان هو هيسيف على درجات الحراره كل الشروخ دي مش هتبان، الشروخ دي كلها العامل بتاعها عامل واحد اللي هو درجات الحراره. حلو حلو قوي يا باشا. الفكرة كلها ان احنا شغالين تقريبا بالتصميم بتاع القش او الكود المصري مش واخد في اعتبار درجات الحرارة تمام كده. احنا لسه ما عندناش الامكانيات ان احنا نشتغل، عندنا الطريقة بتاع تصميم الخلطة الاسفلتية حاجة اسمها السوبر بيف، يبقى اعمل سيرش عليها كده. السوبر بيف دي حاجة كده يعني خيال علمي، بتاخد كل حاجة في اعتبارها فبيطلع الطريق بجودة عالية جدا. احنا عندنا لا، امكانياتنا والحاجات التكلفة ما بتسمحش احنا نشتغل بالكلام ده تمام. فانت لازم تكون عارف العيوب دي عشان ما تيجي تعمل لها صيانة، لان الاسفلت محتاج صيانة دورية تمام. يعني انا ما اقدرش ان انا اعمل الطريق الاول ان هو ما يحصلش فيه الشروخ دي. تقدر بس امكانياتك هنا في مصر ما تنفعش، في دول الخليج بتقدر بيشتغلوا بالسوبر بيف تمام. الحاجة التانية، السؤال ده مهم جدا، أقولك فرق ما بين الفيلير والديسترس أو الكراك والديسترس، الفرق بينهم إيه؟ إن الديسترس مجموعة من الفيلير، يعني الديسترس دي بالنسبة لي لو الشكل اللي إحنا شفناه ده من شوية ده مجموعة شوية فيلير، حرارة مع هبوط مع أحمال زيادة مجمعين. الفيلير لا، حاجة أساسية يعني مجموعة الفيلير تجيني حاجه اسمها ديستريسس. السؤال ده كتير بيجي في الامتحان، يجي تقول لك فرق ما بين الفيلير والديستريس. الديستريسس كومباينيشن بين مين؟ ما بين الفيلير تمام كده. السؤال ده برضو مهم جدا، ايه الفرق ما بين الفليكسيبل والريجيد تمام. الميجور ديفرنس تكلفه انتقال احمال الديورابيليتي تمام كده. لو جاءت لك سؤال ايه وظيفة الحديد التسليح في الخرسانة المسلحة، يعني في الجوينتد رينفورس كونكريت اللي هو ده، مش انت عامل تسليح اصلا ليه بتحط تاي بارز؟ قال لك عشان انا بصب دي وصب دي فبخليهم كايه وحدة واحدة، ما بقاش ده شغال لوحده ده شغال لوحده عشان يربط ما بين الاثنين. فبيجي تسألك اسئلة زي كده، يعني هتلاقي دكتورة رجاء بتسأل في الحاجات اللي هي الفنية قوي تمام. معلش انا بس في الجزء بتاع لما باجي اصب الخرسانه، هل بصب الاثنين كل واحد لوحده على حده بطول معين، ولا الاثنين بيتصبوا سوا بس كل واحد لوحده؟ الفرمجه بتطب ازاي؟ لا بصب دي لوحدها خالص وانتقل دي، بس بكون مزرع الحديد ده، بكون مزرع الحديد ده. طب ما هو كده ممكن مثلا يحصل اجهادات تمدد او انكماش من كل واحده على الثانيه فلاقي حاجه شرخت حاجه. حلو، ما انت بتصمم بقى على كده. ما هو الحديد ده مش فوات سياح حديد كده وخلاص، ده لا تصميم وتفاصيل صعبة قوي عليك، انا عمر ما اشتغلتها اصلا ولا هتشتغلها، يعني ممكن تموت تصحى ما تشتغلش خرسانة مسلحة اصلا في الاسفلت في الطرق. تعرف تكلفتها عالية جدا، عايزين عايزين من ابو بلاش ماشي تمام. حلو، اخر حاجة بس هي قصة مين هتسمع كلمة الأشتو، عايزك تفرق بين حاجتين بس، حاجة اسمها الأشو والأشتو. الأشتو ده كود طرق الأمريكي، الأشو لا، الناس عشان يخترعوا أو يوصلوا لطرق تصميم قاعدين يعملوا ريسيرش تمام. فالريسيرش اللي عندنا يجي تقول لك إيه، رايت شورت نوتس أباوت ميجور رود ريسيرش بروجكت، عن مشاريع الطرق اللي تمت عشان يطلعوا الأكواد دي تمام. فعندنا حاجة اسمها الأشو رود تيست، وعندنا حاجه اسمها الاس اتش ار بي او الشرب تمام. الفرق بين الاثنين ايه؟ ان كل واحد كان شغال بهدف معين، واحد بيقول لك والله انا يهمني ان انا اطلع شكل الطريق كويس، واحد تاني يقول لي لا انا عايز يكون كونستراكشر ويكون ايه يشيل احمال اكتر. فالاشو كان هدفه السيرفيسابيلتي المخدوميه، يكون الشكل
لكن اس اتش ار بي ده كان هدفه ايه؟ يكون مين هاي واي اوبريشن، تشغيله تمام، الكونستراكشن بتاعه يكون احماله اعلى تمام. فاكر انت الميكانيستيك امبيريكال ديزاين مينت ايه؟ الميكانيستيك امبيريكال بيرفورمانس او بيسموه البيفمنت مثلا. فعندنا برضو من الاختبارات او من الريسيرش اللي اتعمل في الطرق ثلاث حاجات، الاشو والاس اتش ار بي والميكانيكال امبيريكال بيفمنت ديزاين ايه ميثود تمام كده. دي بقى ايه ميزتها؟ ان هي خدت ايه ميزه بتاعه الاشو والاس اتش ار بي، خدت السيرفيسابيليتي وخدت من هنا كونستراكشن وخدت كل حاجه. مش عارف الدكتور شرح الكلام ده ولا لا. اختصاراته ما دولت الام اي ميكانيستيك امبيريكال بيفمنت، الاشو الامريكان اسوسيشن تمام سوسايتي هاي واي اوبريشن. ما تشغلش بالك بالاختصارات تمام عشان ما تتعبش. الاس اتش ار بي هتلاقي استراتيجيك هاي واي ريسيرش بروجرام تمام. ما تشغلش بالك بالاختصارات قوي، يهمني بس تفهم ايه القصه كلها عشان ما تجي ايه ما تقعدش تحفظ بس وخلاص. السؤال ده جالك في الامتحان، جالك في الامتحان تمام. اخر حاجه بس، ايه هي العوامل اللي بتاثر على مين الفليكسبل بيفمنت؟ الاسفلت ايه اللي بياثر عليه؟ عندنا حاجتين، الاحمال الترافيك، وعندنا مين البيئه اللي هي المحيطه حواليه. البيئه درجه الحراره التمبريتشر، المطر، الصقيع لما يخش الجامد ومين الفراغات والكلام ده. طب ايه الاحمال؟ الاحمال عندي زي مين؟ مسطح الحمل بتاع العجله، هل العربيه الملاكي اطارها الاطار بتاعها زي اطار بتاع العربيه التريلا، حمل الاكس بتاعي زي بتاع التريلا زي الملاكي تمام. الاحمال استاتيك عندي، هل الطريق قاعد واقف عليه العربيات ولا موفينج بيتحرك تمام. مقدار تكرار الحمل ده، هل التريلا دي عدت على الطريق مرة واحدة ولا 20 مرة رايحة جاية على الطريق هرياه تمام. فالعناصر اللي بتأثر على مين الفليكسبل موفمنت عندنا اللود والانفيرومنتال تمام كده. ماشي يا شباب، الدكتورة بس عايزين نعرف هتشرح ايه المرة الجاية، عشان لو كده هنبدأ على طول بقى في الاستراكشر ديزاين. ماشي يا شباب؟ تمام هندسة. ماشي خلاص كده يا شباب، فان شاء الله بس محمد هيقول لي بكره الدكتوره هتشرح ايه عشان يبقى مرتبين على الاسبوع الجاي ان شاء الله. تمام يا ريس. ماشي يا هندسه. ثواني. ماشي يا، السلام عليكم.